هاي، مين منا ما بيتذكر الأسطوانة أو فاينل ريكورد يلي تعتبر من أقدم أجهزة تسجيل الصوت؟ أول أسطوانة من الفاينل بالصورة المعروفة اليوم ظهرت سنة 1948، وكان تصميم غلاف هالأسطوانات بوقتها فن مهم بتنافس عليه المصممين. جمع هالأسطوانات وعرضها يعتبر فن بحد ذاته، ولازم تنحط حد بعضها بشكل عمودي لما تتضرر. تعتبر الأسطوانات المصنعة من الفاينل الملون نادرة وإصدارات محدودة، بس المحترفين بيأكدوا إنه الأسطوانات السوداء هي الأهم من ناحية جودة الصوت لأنها ما بتنتزع بسهولة. مين قال إنه البرازيلي زيرو فريتاس بيملك أكبر عدد من هالأسطوانات بالعالم بيتخطى 6 ملايين؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.